أم يوسف تفضلي. يوسف، يوسف نفسه. يوسف السلام عليكم شيخ. وعليك السلام يا يوسف، يا مرحبا. كيف الحال؟ يا مرحبا. لو سمحت شيخ، أنا عندي استفسار. نعم. أنا درست في الجامعة والحمد لله خلصت، لكن في سنة الثانية من الجامعة بنت وقعت في حب. وقعت في حب بنت؟ أيوة يا حبيبي. وهي وقعت في حب، لكن بعد فترة تقريبا بسبب خطأ مني وأنا بعترف فيه، يعني قررت لي أن أترك، يعني أنها تتركك. هي أنا نترك، يعني خلص نترك، مع العلم أن احنا كنا جديين وبعد الجامعة وتركتوا بعض. هي نعم. تقريبا الحين مر سنة. الحين أنا يا شيخ سؤالي، أنا ما زلت أريد هذه البنت وما زلت أحبها. ومرت سنة. نعم. سؤالي، أنا من يوم ما تركنا إلى الآن وأنا أدعي إنه إن شاء الله يعني ترجع وتكون من نصيبه حلال. سؤالي إنه هل أستمر في الدعاء وما أفقد الأمل، ولا أكون إنه ليه ما من الأسباب الدعاء أن تسعى؟ ليه ما تصير عند أهلها وتقول أريدك؟ لا، ما هو لازم ناخذ بالأسباب. أنا ما زلت والأسباب أنت أخذت. أنا خرجنا خريج جديد وما زلت يعني أبحث عن. يا سيدي، مش أنت يا أخي خريج جديد، الرزق على الله، بس الأخذ بالسبب دعيت وتأخذ بالأسباب، تقول أنا أريدها. أنا مقبل على هذا الشيء، لكن خلص أنا هذه الأسباب. قلت خليني أول شيء أشتغل وأعمل حالي بعدين أتصرف. وبكرة بتتجوز بصير ابنها طولك وأنت تتحسر. أنا أتكلم معك، أنا بتكلم معك كشاب الآن. صح؟ صح. هذه مشكلة. يعني تخيل أنا أقول لك يا رب رزقني ولد أشقر وعيني الزرق، ويا رب تقول لي أنت متزوج شيخ؟ لا مش متزوج. شو تقول عني؟ تقول هذا الشيخ ضيع. مش ما يقول ما عرف شو مضيع. فأنت الآن أخذت بالأسباب، دعيت خذ بالأسباب، امشي. بكرة بتتزوج وبتأخذ له واحد ثاني وأنت بتتحسر كان والله العظيم، وتحط لي أغنية العندليب. ها شفت؟ الله يسعدك، انتهى وقت البرنامج. يا قلبي. على كل حال، نلتقي بكم بإذن الله غدا الساعة 5:30 توقيت أبو ظبي على قناة أبو ظبي. استودعكم.